معلومات وحقائق رائعة عن طائر القبرة. ينتمي طائر القبرة إلى عائلة ألوديدا، والتي تضم ما يقرب من 90 نوعاً، كما إنه يصنف كأحدى أنواع الطيور المغردة، وينتشر هذا الطائر بجميع قارات العالم القديم، وهي تمتلك مظهراً فريداً، وتتمتع عادة بحجم صغير أو متوسط، ويشتهر طائر القبرة بألحانه العذبة. حجم مشكل طائر الكبر العرق، تتميز معظم أنحاء جسد طائر الكبر بلونها البني الغامق، وأحيانا يتداخل معه اللون الأبيض أو الأسود، مما يساعده على التحلق بين العشب بشكل مموج، وهو يمتلك مخالب خلفية تثبت قدمه وتجعله قادرا على الحركة بشكل مستقل فوق الأرض. ويتراوح طول هذا الطائر من 12 إلى 24 سنتيمترا، أما الأجنحة فتتراوح من 33 إلى 36 سنتيمترا، والوزن يتراوح من 15 إلى 75 جراما. غذاء طائر الكبرة العرق. يتميز النظام الغذائي الخاص بطائر الكبرة باحتوائه على نسبة عالية من عنصر البروتين وكذلك النباتات، حيث يقتل هذا الطائر على تناول كافة العناصر الموجودة فوق الأرض، سواء كان ذلك ديدان أو حشرات صغيرة أو يرقة، كما تتناول الحبوب والقمح والشوفان. وقد اكتشفت هذه الطيور طريقة فعالة كي تخص من عملية الهضم لديها، وذلك من خلال تناول الحصى، وهم يتناولون أيضا الزرادة والنملة ومختلف الآفات الموجودة بين الزرع في الحقول. موطن طائر القبرة. تفضل طيور القبرة الاستقرار بين الحشائش، حيث الرطوبة المرتفعة، كما ينتقلون إلى السهول والجبال وحواف الغابات والحقول قريبا من مصادر الماء. وتوجد هذه الطيور على مختلف أنواعها بكافة القارات ما عدا القارة القطبية الجنوبية، ومعظم هذه الطيور تفضل البقاء في أفريقيا وأوراسيا، حيث المناخ المناسب لها، خاصة جهة الشمال. متوسط أعمار طائر القبرة. تتراوح متوسط أعمار طيور القبرة من 5 إلى 6 أعوام، ومن الممكن أن يصل في الأسر إلى 10 أعوام. تزاوج طائر القبرة يبدأ موسم هذا النوع من أنواع الطيور مع منتصف فصل الربيع، وتقوم طيور القبرة ببناء أعشاشها فوق الأرض، وتقوم الأنثى بوضع بيض يتراوح عدده من 3 إلى 5 بيضات، حيث يحمل البيض لونًا كريميًا تزينه بقع بنية، وتدوم فترة الحضانة حوالي 13 يوما، وبعد مرور أسبوعين تخرج الصغار من العش، ويستمر الصغار تحت رعاية الأبوين لمدة 10 أيام حتى يصبحوا قادرين على الطيران.